بنتابع فقراتنا. هلا بنروح لجريده اليوم، وتحيه لكل اللي انضموا لنا هلا الى منطقه العقوره مع نائب رئيس البلديه اسد، الجنرال اسد الهاشم، وطبعا المكلف بتسهيل امور البلديه. جنرال صباح الخير. بونجور. الو جنرال، بونجور. صباح الخير. يا اهلا، يعطيك العافية. بدنا نسألك بس عن موسم التفاح، بعرف انه مش كثير الامور ماشي حالها، وفي صرخة عند المزارعين، لا سيما انه برادات ما فيها مازوت، مش قادرين الشاحنات تنقل الصناديق الى البرادات او للسفر، شو عم تعملوا؟ اول شيء بدك تعطيني شوية وقت لانه الموضوع كثير شائك، الموضوع استثماري بامتياز للبلد. لسبب لازم نحن نحاول ان نحل المسألة هيدي. نعم. المسألة بتعرفوا انه كمية التفاح بلبنان، بلش بالارقام، انا بطبيعتي بلش بالارقام، بعطي المشاكل وبعطي الحل اذا بتعمل معروف. تفضل. اعطيني وقت. انا بالنسبة لي كمية التفاح بلبنان بتعرفوا انه هي بحدود بين 7 و8 مليون صندوق تفاح بالسنة. ثمانية مليون صندوق بالتفاح بالسنة بتتوزع بين تصدير داخلي، أما التجارة الداخلية يلي كانت تصل ببعض الأوقات إلى 3 مليون صندوق يباعوا بالسوق المحلي، ولكن اليوم بتعرفوا القيمة الشرائية عند المواطن اللبناني صارت كثير واطية، يعني نزل رح ينزل كمية التفاح اللي ينباع بقلب البلد إلى مليون صندوق، والباقي بده يتسفر. بده يسفر للخارج. تيسفر للخارج لازم نحفظه. إذا ما قدرنا نحفظه بيصفي التفاح كاسد بالسوق اللبناني، ما بينباع، بتروح الأسعار، بياكلها المزارع، بياكلها التاجر، بياكلها اليد العاملة يلي عم تشتغل فيه، يعني كل الحركة التجارية يلي المفروض يدخلها التفاح على البلد بتوقف. لهالسبب لازم نلاقي الحل، والحل هو بسيط وواضح، ويمكن نجدد او المساهمه بتخليص البضاعه وجيب استثمار كثير كبير للبلد. استثمار التفاح للبلد بدخل بين 150 وال 200 مليون دولار فريش ماني بيدخلوا على البلد. نعم. لهالسبب المفروض نلاقي حل، والحل نحن عرضناه سابقا وما صار في تجاوب. لهالسبب لازم يصير في تجاوب. لازم البرادات بتعرفوا من ساعة البرادات بلبنان بتساع الموسم كله، وساعة البرادات المفروض انه تضل دايرة 24 على 24 هالبرادات لتحفظ هالتفاح، هيدا 24 ساعة على 24 ساعة بده كمية مازوت لهالبرادات لنحفظ هالتفاح ونقدر نجيب اموال على البلد فريش ماني لنقدر نتاجر فيه مازوت، وخاصة السنة موسم التفاح كتير منيح. تنوصل لهالدرجة هيدي، الحل هو بتأمين المازوت لفترة 4-5 أشهر للبرادات تنقدر نحفظ هالبضاعة وتنقدر نسفرها على الخارج. نعم. لأنه بتعرفوا إنه بدنا 4-5 أشهر تنقدر نسفر هالكمية. مين بده يأمن المازوت المنشآت يعني؟ هو الوزارات المعنية، يعني وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، كل الوزارات المعنية بهالتجارة هيدي انها تساهم ترجع تنشط الاسواق الخارجية. تنشط الاسواق الخارجية وتستمر فيها، يعني مش انه انا اجي اعمل مباحثات ومفاوضات فلانية وما اصاب لنتيجة. نعم. لهالسبب مفروض انه هالوزارات هيدي كمان ترجع تسوق التجارة الخارجية وتصرف. بلش الاطاف بالعقورة؟ الليمون انتج كل الانتاجات كلها سوا. تنحفظ التجارة وتنحفظ عميد مردود الأموال إلى البلد. عميد، بلش الإطاف بالعقورة؟ بلش الإطاف بالعقورة، ولكن هلأني تسفير عم بيصير مباشرة، يعني عم بيقطفوا البرادات وعم بيسفروا دغري إلى الخارج. نعم. طيب قد ايه الصندوق اليوم؟ أسعار مقبولة؟ ألو؟ نعم. الاسعار مقبوله، الصندوق سعره مقبول هلاني؟ ما
بالنسبه للاسعار كانت الاسعار كثير مقبوله، كانت الاسعار كثير جيده، ولكن نزلت هالاسعار. نزلت بسبب شو؟ قصه المازوت والنقل وكلفه النقل والبرادات وهالدباجه؟ نزلت بسبب انه عم يتحجوا التجار انه ما في برادات تقدروا يحفظوا البضاعه تبعهم. عظيم عظيم. قد ايه صار الصندوق؟ سوري لسه ما سمعت. قد ايه صار الصندوق؟ الو عميد، قد ايه صار الصندوق؟ سعر الصندوق كان بلش بين 10 دولار 9 دولار 8 دولار حسب الوضع تبع البضاعه، كيف البضاعه هلا نزل لل 6 ولا ل 5. يعني من 200,000 ليره تقريبا للصندوق لل 100,000 تقريبا، اللي هي ماشية اصلا صح. مع الرشوش والمصاريف اللي بيدفعها اكيد مزارع، لانه كله كمان صار على الدولار. صح صحيح. نعم صحيح. نعم صحيح. وهيدا مضر بحق المزارع. نعم عميد، عم بيروح الخط، بدنا نعتذر منك. شكرا لك، على كل حال وصلت الفكره. شكرا لحضورك معنا نائب رئيس بلديه العقوره والمكلف اليوم بتسهيل مهمه هذه البلديه العميد اسد الهاشم. طيب بدلف بس في مساله اساسيه ضو عليها، انه مطلوب مازوت حتى يقدروا يحطوا بالبرادات ويفوتوا فريش دولار. اكيد. فما بدها شيء، يعني قديش كم في براد بالبلد وقديش كميه المازوت اللي بحاجه لهم. اكيد المنشات النفطيه فيها تدبر هذا الموضوع، او اكثر شيء المنشات النفطيه فتحت باب الاستيراد بالسعر العالمي للنفط لبعض المصانع او لبعض القطاعات، فيها تكون هيدا القطاع واحد من هودي. يعني صار في سعرين للموزد، سعر مدعوم وسعر غير مدعوم. سعر غير مدعوم عادي برفع الدعم. خلينا نشوف بالايام المقبله كيف رح تنحل هذه القصه. شو عامله وزاره الزراعه مع المزارعين؟ يما في ناس بسمنه وناس بزيت مثل العاده. منتابع بعناوين فاضي الوزير، مش فاضي وزير. نعم. الزراعه رح نروح لعناوين صحف صدرة صباح هذا اليوم 2 ايلول الخميس 2 ايلول 2021. البدايه مع الاخبار. الباخرة الإيرانية تدخل المياه السورية وتفاؤل بقرب تأليف الحكومة. واشنطن تتراجع الضغوط، لم تضعف حزب الله. امبارح وفد الكونغرس كان لافت كلامه. صحيح. تحديدا لما قال انه اي نفط ايراني هو يستجلب عقوبات على لبنان، ولكن نحن رح نشوف كيف ممكن تجنيب لبنان هذه العقوبات ومن اي متى بيكون في هيك موقف. هلا اللافت كثير بجريده الاخبار رح نقرا جزء منه. نعم. العنوان الاساسي رفع الدعم لن يلغي الطوابير. خير ان شاء الله. ليش لن يلغي الطوابير؟ بتقول ليا الأزة بمقالة أنه التوقف عن دعم استيراد المحروقات وتحرير أسعارها لن يخفف الطوابير أو يحسن التغذية الكهربائية وعمل المولدات الخاصة. الأزمة في لبنان ليست في التسعير بل في الكميات المعروضة والنقص في العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد. وطالما أن رياض سلامة يفرض حصارا على فتح الاعتمادات اللازمة ويحدد الكميات الواجب استيرادها، فالأزمة مرشحة للارتفاع. هون بتسرد شو أسباب هيدي الأزمة وكيف رح تضل حتى ولو رفع الدعم. بيقول مصدر بوزارة الطاقة، طالما بقي مصرف لبنان يتحكم بالاعتمادات ستبقى أزمة المحروقات مستمرة، والمفترض من السلطة السياسية سحب ورقة الضغط هذه من يد سلامة عبر اعتماد الحكومات آليات مختلفة مثل توزيع بطاقات لكل سيارة دفعت رسوم الميكانيك بما يسمح لصاحب السيارة بأنه يشتري مثلا 30 لتر بالأسبوع بسعر مدعوم، أما من يرغب بشراء المزيد فالبنزين متوفر له بالسوق السوداء. وهذا الإجراء ممكن يوقف المشكلة اللي عم نعيشها اليوم. تبدأ كل هذه الإجراءات كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين من استعادة الدولة لدورها، وتقرر هي كم تبلغ الحاجات الاستهلاكية للمجتمع وتفرض على مصرف لبنان فتح اعتمادات على هذا الأساس. يعني فحوى هيدا المقال اللي طبعا ممكن العودة له بتفاصيله بالصفحتين 4 و5 بجريدة الأخبار. خلاصته الأساسية أنه طالما مصرف لبنان هو الذي يتحكم بالاعتمادات أزمة الطوابير تستمر حتى ولو رفع الدعم. في صحيفة الجمهورية تأليف الحكومة مهمة مستحيلة، واشنطن حزب الله سرطان لبنان.
في الديار ميقاتي يتريث بالتأليف وينتظر وصول الناقلة الإيرانية، وأين سترسو والتداعيات؟ تعرف أنه زهقت هول العناوين أنا، لأنه كل مرة عندنا الحكومة ناطرة شيء، ساعة ناطرة الاستحقاق الأمريكي، ساعة ناطرة بس بحدا يقول السبب الأساسي، ساعة ناطرة هلأ ناطرين أنه هلأ ميقاتي ناطر باخرة النفط، يعني طب مش معقول كمان. مليارات دولار عائدات مليون و500 ألف مغترب وسائح تبخروا بالدعم المالي، إدارات الدولة فارغة والشح المالي يخنق العسكر والعام الدراسي متعثر بالإضرابات. نتابع أيضا مع عناوين البناء، الجنوب السوري في عهدة الدولة من بوابة درعا، طبعا التطورات كتير مهمة عم بتصير بدرعا تحت أنف التنف، فهل يتكرر في الشمال؟ بري لإلغاء العقوبات على التعاون مع سوريا ووفد الكونغرس للخليج، اسبقوا إيران الحكومة اليوم أو غدا، وآخر المهل نهاية الأسبوع وإلا ضاعت فرصة وساطة إبراهيم. وبكاريكاتور أنطوان غانم في الجمهورية، مثل ما عم نشوف من جهة بايدن ومن جهة الرئيس خمينة. الإيراني نعم عم أو رئيسي هيدا الرئيس الإيراني نعم عم بيجروا لبنان، بس مع الأسف السيارة ما فيها فيول، كل واحد باتجاهه. بالنهار من 50 سنة بمثل هاليوم، يعني 2 أيلول 1971 اتحاد 43 مليون عربي، حماسة السوريين فقط حماسة المصريين والليبيين، القذافي يعلن أن السودان سينضم خلال أشهر. ووعكة سلام تؤخر درس القضايا المهمة في مجلس الوزراء، المجلس يقبل استقالة بزي ويجدد لستة سفراء من خارج الملك. شمعون والجمير يتداولان الشؤون الانتخابية في الأسبوع المقبل من زاوية التعاون المتبادل، حيث يتعذر التحالف. على سيرة الجميل، هلا عم نحكي عن الجميل، الحفيد سامي جميل اليوم في تقرير بجريدة الأخبار لزميلة رولا إبراهيم بتقول إنه قوى الانتفاضة، انتفاضة 17 تشرين، عم بيحاولوا يبلعوا سامي الجميل كأحد مكونات المجتمع المدني، بس ما عم يهضموه. أكيد ممكن العودة، هيك عنوان المقال، ممكن العودة للمقال. قبل ما ضرب على الطاولة أو من بعد ما ضرب على الطاولة؟ قبل ما صرخ ولا بعد ما صرخ؟ ما بعرف. تمهيدا للمطالبة برئيس حكومة حيادية، جملات يحذر الدولة من حصر تعاملها في شخصية إسلامية معينة. بعدنا بذات الأسلوب، بذات طريقة التعاطي مع الزعماء مع الأسف. الاستفتاء كان حماسيا في لبنان، السوريون انتقلوا بالسيارات والشاحنات والجرارات. هون شو اقتراع يعني؟ عندهم نعم. انتخابات كان على ما يبدو، بس ما حدا عمل اشكالات مثل ما صار هالمره. لا ما كان، ولا ما كان في انتخابات نيابيه؟ ما كان في بهيد نوع لازم ينحضر. ايه. لها هلا بالنهار ب 2 ايلول 1941، يعني قبل 30 سنه من العام 1970، بتقول اجتاز لبنان السنه الواحده والعشرين من حياته الاستقلاليه كما نظمها جنرال غورو باسم فرنسا، وما كان استقلال لبنان ليرتقي الى هذا التاريخ فحسب، انما هو متوغل في القدم، تداولته الاحداث التي تنقلب على الشعوب، فكان استقلاله تارة ذاتيا وطورا نوعيا وحين مربوطا بتابعية وآنا مشمولا بالانتياب، على أنه كان في كل أطوار استقلالاته على اختلاف أوصافها وأسمائها ذا شخصية لها خصائص أيدت كيانه المستقل، فنحن نقف في الذكرى التي عبرت ملتفتين إلى مصائر الدول التي تتمرجح استقلالاتها، آملين أن تتحقق الوعود التي قطعها الحلفاء بإعادة استقلالنا. حلو الشعر دايما، وهيك مواضيع الإنشاء بحبه. ايه تشوف أنا عقبال ما نستقل هيدي السنة، نستقل عن المنظومة الفاسدة، نستقل عن المنظومة اللي حكمتنا 30 سنة، ونستقل عن الدولة العميقة اللي بعدها بتطلع وبتتبجح وبتخبرنا، ونستقل كمان عن مأموري الأحراج اللي كل يوم والتاني بنفتح لهم قضيتهم. لا بس تعرف يعني هذا موضوع لو بدنا نحكي فيه 30 ثانية، هذا موضوع لازم نتوقف عنده. بخبرونا عن مأموري الأحراج، وإنه في فريق طائفي بالبلد وقف تعيين مأموري الأحراج. تنكون واضحين، مأموري الأحراج كان عم بيتم تعيينهم مثل ما صارت كل التعيينات ب 30 سنة الماضية، بغلبة لفريق على آخر، بحشو مؤسسات الدولة، بأزلام للسياسيين تيكونوا أزلام لإلهم وتيعملوا مصالحهم تيعملوا زعاماتهم. هيدي هي كل قصة مأموري الأحراج بوجهة نظر هذا الفريق اللي عم يمنع يصير تعيين.